عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى هذا الفيديو ان شاء الله تلقاكم في احسن الظروف والاحوال. كيف العادة اليوم كيف كتشوفوا درت الرز بالخضرة والدجاج، كيجي زوين بزاف سواء الغداء او للعشاء، اقتصادي وسهل سهل بزاف. كنتمنى انكم تتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر، ولما لا تجربوه. وبالصحة والراحة. المقادير عندي جوج كيسان ديال الرز كلاصي، عندي جوج ديال الخيزوات محكوكين، عندي فلفله مقطعه مكعبات، عندي علبه ديال المايس، شويه ديال الفرماج احمر، بالنسبه للعطريه شويه سكينجبير، شويه الملحه، الابزار، شويه ديال التحميره، وشويه ديال البودره ديال الثومه. عندي صدر الدجاج مكعبات، عندي هنايا الكورنيشون مقطع وزيتون كحل مقطع دوائر، عندي تقريبا معلقه ديال لاموطاغ، واحد جوج معالق ديال الزبده. خليكم معايا تتشوفوا الطريقه من الاول حتى الاخر. هنايا خديت طنجره فين غادي نطيب الرز، غادي ندير واحد شويه ديال الزيت، غنزيد عليه هذيك الزبده، وغادي ندير هاد الذوب فوق العافيه مهيله ملي الذوب نرمي فيها الرز. ملي كتذوب ليا الزبده صافي كنرمي فيها هذاك الرز، كنحاول انني ندخل فيه الزبده مزيان، وعاد ديك الساعه كنزيد الماء وكنخليه يطيب. دابا غادي نزيد الماء، قلت لكم الرز جوج كيسان ديال العنبه والماء سته ديال الكيسان ديال العنبه. غادي ندير الماء وغادي نخليه يطيب مده ديال 10 ديال الدقائق ونعاود نحل عليه. هنايا خديت المقله غادي ندير فيها الزيت روميه، غادي نزيد داك خيزو، نزيد عليه الفلفله، غنزيد العطريه اللي سبق لي درت صافي، وغادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان، ما غادي نزيد لا ما لا حتى شي حاجه، غنخليهم بحال هكا يتشحروا غير في الناشف بين ما حتى يطيبوا مزيان. دابا خديت بانيو غادي ندير فيه داك الدجاج، وغادي نزيد فيه معلقه ديال لاموطاغ، وغادي نزيد واحد شويه ديال الزيت البلديه، وشويه ديال البزار والملحه، وشويه ديال البودره ديال الثومه. بعد ما درت ليه العطريه دابا غادي نخليه يرتاح شويه، شحال ما بقى شحال ما مزيان باش كتشرب فيه العطريه مزيان، وعاد من بعد غادي نقليه. كيف كتشوفوا خيزو فلفله طابو ناشفين، ما فيهم لا ما لا زيت لا حتى شي حاجه. صافي دابا كنطفي عليها. هنايا كيف كتشوفوا الرز حيدته من الطنجره تسلق، كيف كتشوفوا راه مفروز ما معجن ما حتى شي حاجه، كيجي زوين. هنايا خديت مقله صغيره درت فيها الزيت باش غادي نقلي الدجاج، بعد ما سخنات الزيت صافي كنرمي فيها الدجاج. هنايا خديت بانيو غادي نخلط فيه، غادي ندير داك الرز، غادي نزيد عليه فلفله وخيزو، غنزيد معاه المايس، وغادي نزيد الكورنيشون زيتون كحل،
غادي نخلط هاد المكونات مزيان، ما غادي نزيد لا ملحه لا حتى شي حاجه. من بعد ما تخلط ليا مزيان صافي كنزيد عليه داك الفرماج حمر. فرماج حمر اختياري ماشي ضروري، زعما اللي ما بغاش يديرو ما يديروش. غادي نخلط مزيان وغادي نخليه حتى يبرد بندخلو للثلاجه وعاد نقدم. من بعد ما برد ليا صافي خديت المول ديالي اللي غادي نخدم به وغادي غسلته، غادي نخوي فيه الرز. غادي نحاول انني نبسطو فيه مزيان باش ملي نقلبو تبقى ليا داك البلاصه الغارقه. بعد ما قلبته في المول دابا كندير التبصيل عليه وكنحاول انني نقلبه. كيف كتشوفوا كيتقلب بسهوله. كيف كتشوفوا البلا ديالي قلبته بسهوله ما تخسر ما حتى شي حاجه. من بعد هذيك البلاصه الغارقه الخاويه كندير فيها هذاك الدجاج اللي قليت، هنايا من بعد ما كملت صافي كنزين الجوانب ديال طبسيل طوماط سوغيز وكنقدمو على هذا الشكل. شوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال البلا ديالي من بعد ما قدمته. صافي كنقدمو على هذا الشكل هذا. كنتمنى ان لا فيديو تكون عجباتكم وبالصحه والراحه.